تعالى يا بابا امسك كده يا بابا امسك البيكسة دي كده طلعت منه على فكره هتطلع لا 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 منك لله من الكلب يموت اه لا مصطفى كده بقه هينكسر كده بقه هينكسر كان يا ولد كده كده نوره كده اهو نوره كده من التكنيك وقت في كشف معاك حد معاك في كشف هو شايف شايف هسي يا مصطفى هسي يا مصطفى استنى يا مصطفى استنى يا مصطفى استنى استنى يا مصطفى كده بقى هينكسر مصطفى استنى بس 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 ما تعرفش استنى دوس على 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 وشم فهو هو اديك ما تروح شم اسنان ونارمان انت ايوه ايوه شوفوا لي حاجه بقى اهي استنى فك فك اهي استنى هت يا بنت ما في قفله ثانيه في قفله ثانيه اهي ايوه شوف لي حاجه ادخلها انا ادخلها من هنا وقعت اهي كنت واحده فك ده اهي شوف لي حاجه يا بابا يا ابني مفك مفك اخبطه من اهو لا هتربط ازاي؟ انت عايزه يدخل من هنا؟ اما تحطيش ايدك عند اسنان اعملي معروف متخضر يا سيدي متخضر متخضر انت شايفه ان هي شكلها ما تقلقش ما تقلقش بصي يا مصطفى العظيم بتاعك انت هتمسك دي هتمسك دي حكي يا مصطفى ده جامد بس كنت بتديله حاجه كده ودلوقتي بدا يفوق مش بنجي يا مصطفى هتيجي من جوه ربنا تاني يا مصطفى بالراحه يا مصطفى جنب يا مصطفى قوي هتكسر بوبته كده هتكسر بوب بص هو قفل في مفكه اهي في مفكه امسك لك بنسه تاني هو قفل بقه استنى تعالى بس يا بابا كده انت عايز تعمل ازاي عايز تعمل ازاي استنى بقه هيتقطع يا مصطفى عايز تعمل ازاي افتح دي كده امسك 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 طب خد البنسه الجديده الثانيه دي ايوه ثواني يا بابا دي بنسه جديده اهي ثواني يا بابا نقفل بقه بس عشان ما يتفضحش فتحتها له خلاص بسم الله الرحمن الرحيم شوف كل حاجه تخينه بس كده اهي هات يا بابا خد البنسه دي خد دي احسن من اللي معاك خد دي احسن من اللي معاك يا ابني بسم الله الرحمن الرحيم يا رب استنى يا مصطفى انا مش شايف بعيني اصلا انا مش شايف والله انت عملت النضاره سمو النضاره ما سمو مالكش ما تيجي تكدي خد البنس دي خد البنس دي بسم الله الرحمن الرحيم استنى بس كويس اه يا مصطفى اه بالراحه يا ابني ايوه استنى يا مصطفى استنى يا مريم يابا استنى يا مش عايز صوت اوعي يا مريم ما تفيش البق يا مريم انت كده يا مريم يا سوبا اصبري لو بس لو نبي جه يم صبعك مش هنعرف ندوكي انت حر ولاد الكلب انت حد مسك المنسه دي كده اعمل حاسب يا ابني يا مصطفى مصطفى كده بقى هيتكسر هيتلوي يا عيني هو مسك يا ابني بقى هيتلوي ماشي يا مصطفى بس وخبرها هتنكسر يا بنت اعملي معاك طلع خلاص يا فيه خلاص سيبيه استني يا عم بس هاتي ميه هاتي ميه هاتي ميه هاتي ميه